سمعكم صوت القرمشة مالتها تسمع واش قلي عن القرمشة. يعني شكو حبايبي، شلون صح الأحوال؟ إن شاء الله كله بخير وتمام العافية. اليوم راح أسوي كبة بوتيتا شاب، طبعا هاي نظر على طلبات المتابعين إلي، فاليوم حبيت أبينها إلكم وأنطيكم بها بعض الملاحظات حتى تكون عندكم طبعا كلش ناجحة وما راح تخرب. هسه راح نبياكم بالمقادير. انا الوتيته سالقتها سلق يعني زين كلش، يعني سلقوها بحيث تكون يعني جدا هيك طريه، تقريبا تبقى ساعه كامله يعني اسلقها. هسه راح اخليهم، هي حاضر متوفر عندكم هذه، انا حجنهم بهاي المدقه خشبيه، اذا مو هذه ممكن تستخدمون هذا الجلاس. وهسه بينكم شلون طريقه العجن مالتها. طبعا العجن افضل من الماكينه، ما انصحكم تسووها بالماكينه حتى ما يصير عندكم مثل يعني شلون يصير هيك مثل الماده اللزجه بيها، فسووها بالعجن باليد. زين يعني هسه راح نبدي اياكم نسويها بهاي المدقه الخشبيه على مود تنعجن بشكل جيد. ابين لكم هنا بالكلاس، اذا ما عندكم هاي المدقه ممكن تستخدمون هاي الكلاس بهذا الشكل. شوفوا عندي انا راح استخدم المدقة الخشبية المتوفر عندي، بس بالنسبة اللي ما عندهم يستخدمون الجلاس عادي يعني يصير. بس هنا راح استخدم ايدي حتى تتلابس اكثر. بس هنا بعد ما عجنتها راح اخليها بالثلاجة مدة 15 دقيقة، لازم تكون كلش باردة العجينة حتى على مود عندكم تكون بالاخير كوبة ناجحة وما تنفتح عندكم ابد ولا تلزق. زين عيني هسه اخليها بالثلاجة تبرد، ما يصير هي حارة وتشتغلوها. وهنا بعد ما بردت عندي بالثلاجة بقيتها تقريبا مدة 20 دقيقة حتى تتماسك اكثر، راح اضيف لها الملعقة من الكركم، يعني ملعقة كوب وملعقة كوب من الملح، واضيف لها كوب واحد من النشا. لازم ضروري جدا تبرد عندكم الا بعدين تشتغلون بيها وتضيفوا لها النشا والبهارات. طبعا انا هستخدم لها الزيت لان الزيت احسن من المي، يعني عند تشكيل او عجن هذه العجينه لازم تستخدمون الزيت بدل المي، لان المي راح يتليص عندكم وبعدين راح يصير عندكم لينه وتنفتح اثناء القلي. انتبهوا حبايبي لهاي الملاحظات اللي اذكرها حتى تطلع عندكم كوبة البوتيتا شاب، ان شاء الله تطلع عندكم ناجحة 100%. طبعا بعد ما اكملها عجن راح ارجعها مرة ثانية للثلاجة حتى تتماسك اكثر، باقيها تقريبا مدة 15 دقيقة. وهنا كملتها عجن زين، صارت عندي يعني جدا عجينة حلوة ما تلتصق بالايد، لان النشا خليت لها كوب واحد يعني كلش كافي لها. راح اخليها بالثلاجة على مود تتماسك بعد اكثر وما تعذبكم اثناء الفتح. هسه هنا نبدي نحضر وياكم الحشو. ناخذ قليل من الزيت، اضيف له بصل واحد مثروم ناعم، حمصة خفيفة يعني ما حمصة هواي، واضيف البهارات، اي بهارات توفر عندكم، بهارات كوبة، بهارات الكاري، 7 بهارات، اي بهارات متوفرة عندكم تضيفوا لها على ملعقة كوب ملعقة كوب. وهنا أنا رشة من الملح تقريبا نص ملعقة كوب. هسه هنا عندي بردت تقريبا خليتها 20 دقيقة حتى على مود تتماسك عندكم اكثر، وراح استخدم الزيت ابلل ايدي يعني بالزيت هيك ازيتها. لا تستخدمون المي، لان المي من تستخدموه راح تتليص عندكم يعني تصير لينة وتلزق، ما راح تصير سهلة عندكم بالتغطية. فهسه شوفوا عين شلون حلوة صارت، يعني العجينة مالتها كلش سهلة من تفتحوها وما تلزق عندكم ابد. زين عيني هسه راح نفتحها بهذا الشكل. الحشوة هم لازم تكون باردة عندكم وكل ما بيها اي مي حتى على مود ما يفتحها.
هسه هنا احمي الطاوة يعني كل زين على نار عالية زين هني، واخليهم والزيت يكون هو يعني مو قليل. هنا انا احضر هذا الماعون اخلي بيه كرفس او معدنوس كلش طيب ويا هاي الكبة. بس شوفوا عيني ابد ما انفتحت ولا لزقت، لان يعني شنو خليت لها كمية من النشا يعني هواية مو قليل، خليت لها كوب كامل من النشا، هو اللي يكمشها اكثر وما يخليها تنفتح، وبعدين حتى ما راح تلزق عفوا. دائما اذا تيسوون كبة البوتيتا يعني بوتيتا شاف لازم تخلون تستخدمون شو اسمه البوتيتا البيضة مو الحمراء، الحمراء ما تصير طيبة بيها وشوية تصير شلون تلزق يعني اكثر. وإذا كانت بوتيتا جديدة بعد أحسن. صوت القرمشة ما تسمع واش قد يعني قرمشة. هنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، أرجوكم ما تنسون دعم قناتي باللايك واشتراك إذا ما كنتم مشتركين، فعل زر الجرس حتى أي فيديو جديد أنزله يوصلكم. نهاية الفيديو حبايبي، نستودعكم الله في أمان الله، باي باي.